بس ديكور حلو جدا. وانت كل ما تيجي يا استاذ عينك تطلع على الديكور. اقول لك على عينك يا انتصار. عيني بصيت لك. تعالى اقول لكم على عين انتصار. بصيت لك في عيني. جيت قبل ما اطلع البرنامج وبتحييني وتعمل برنامج. خلصت. بعدها باسبوعين جات لي ازمه قلبيه. بعد الشر بجد؟ بس مش عارف النهارده بعد ما اخلص البرنامج ايه اللي هيحصل. بس ما شاء الله نجحت وتلقلقت وعليت في القاهره والناس ونجمك بقى في السما. بعديها امه ماتت. ذكرياتك الحلوه بقى.